من قناة المرابطون، أهلا بكم. قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل محمد جميل المنصور إن الحديث عن موضوع الحوار السياسي بالنسبة لتواصل في حالة توقف، لأن الحزب وجد من المؤشرات والأدلة التي تؤكد عدم جدية النظام ورغبته في الحوار. وأضاف المنصور خلال افتتاح الملتقى الخامس للمنظمة الشبابية لحزب تواصل أن المتدى والتواصل سينشغلان بهموم الشعب عبر نضالات الساحة إلى أن يقدم النظام ما يؤكد جديته في الحوار، فحينها سيعود الحديث عن الحوار. دعا الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق بالمغرب، دعا إلى ضرورة أن يكون بناء الوطن وأمنه واستقراره في أولويات الأحزاب السياسية واعتباره أحد مقاصد إنشائها. جاء دعوة العثماني خلال مشاركته في الملتقى السادس للمنظمة الشبابية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل. وكانت المنظمة الشبابية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل قد أطلقت مساء أمس بنواكشوط ملتقاها السنوي السادس المنظم هذا العام تحت شعار ملتقى الوعي والريادة، ويشارك في الملتقى 200 من شباب حزب تواصل، إضافة إلى بعض المشاركين قدموا من بلدان مجاورة. طلب سكان بعض الأحياء المجاورة لمخزن خاص بالأعلاف في مقاطعة تفرق زينة بالعاصمة نواكشوط، طلبوا السلطات الموريتانية بتحويله عنهم أو اتخاذ تدابير وقائية ضد الدخان المنبعث منه منذ أسابيع، والذي تسبب في بعض الأضرار الصحية لبعض أبناء الأسر المجاورة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 3 موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.